السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير اخواتي واصدقائي. اقدم لكم تحديث لأسعار الدولار والعملات ليوم الجمعة 1 مارس 2024 من قناتي انا وحياتي. انخفاض مدمر لأسعار الدولار في السوق السوداء، ارتفاع يعني انخفاض مفاجئ، مش بس الدولار، ده الريال السعودي وصل لرقم مفاجئ من 18 جنيه وصل ل 12 جنيه. اهلا وسهلا بحضراتكم، اتمنى تشريفكم لقناتي باشتراك ولايك. سعر الدولار في البنوك زي ما هو 30 جنيه 85 قرش، واعلى سعر 30 جنيه 90 قرش. اسعار الدولار والعملات في السوق السوداء، سجل الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء 60 جنيه 60 قرش البيع 61 جنيه 10 قروش، دينار ليبي 9 جنيه 91 قرش البيع 10 جنيه 11 قرش، دينار بحريني 126 جنيه 93 قرش البيع 131 جنيه 93 قرش، ريال عماني 124 جنيه 28 قرش البيع 129 جنيه 28 قرش، دينار أردني 67 جنيه 48 قرش البيع 68 جنيه 98 قرش، الدينار الكويتي 155 جنيه 51 قرش البيع 160 جنيه 51 قرش، سعر الريال السوري 13 جنيه 14 قرش البيع 13 جنيه 34 قرش، درهم إماراتي 13 جنيه 3 قروش البيع 13 جنيه 23 قرش. سعر الريال السعودي في السوق السوداء، شراء 12 جنيه 76 قرش البيع 12 جنيه 96 قرش. سعر اليورو في السوق السوداء، شراء 51 جنيه 91 قرش البيع 52 جنيه 41 قرش. سعر الدولار في السوق السوداء، شراء 47 جنيه 84 قرش وسجل البيع 48 جنيه 9 قروش. الدولار والريال انخفاض كبير جدا فيهم. بشكركم اخواتي فضلا وليس امرا، اتمنى تشرفوني باشتراك ولايك.